ننتقل الآن إلى جامعة القاهرة مرة أخرى ومحيط جامعة القاهرة مع زميلنا تامر مجدي من هناك، نتعرف منه على الأوضاع في محيط جامعة القاهرة. مع صح تامر، مساء الخير، يا ريت تقول لنا الأوضاع عندك. اشتباكات عنيفة ما بين طلاب من الإخوان المسلمين وأيضا من حركة جديدة ظهرت على الساحة السياسية تسمى حركة 18. قاموا هؤلاء الطلاب بالإشعال النيران في قناة الإم بي سي وقناة الحياة، وقاموا بحرق اللايف فيو الخاص بهم، وده معانا صورة من اللايف فيو، آخر ما تبقى من اللايف فيو، جهاز البث المباشر ل قناة الام بي سي اللي تم حركة سيارتها منذ قليل. خليني اقول لك على تفاصيل مهمة جدا حدثت منذ اقل من ربع ساعة. في دقائق معدودة كان في مظاهرات بالفعل لحركة 18 تضم فقط كل اللي هم تعدوا سن 18 سنة وهم مختصين بالمظاهرات امام المدارس في الفترة القادمة، وايضا داخل محطات المترو كما قال لي احد هؤلاء المتظاهرين. ايضا داخل اسوار الجامعة هناك الان تظاهرة تضم الالاف من الطلاب المنتمين للإخوان المسلمين كما نرى في خلفنا الآن. في اشتباكات عنيفة ما بين قوات الأمن وعدد من الطلاب اللي لازالوا مصرين على الخروج من الحرم الجامعي للشباك مع قوات الأمن. خليني أقول لك كمان على حاجة مهمة جدا حدثت منذ قبل دقيقة واحدة من إشعال النيران في عربية القناة الزميلة. كان هناك زميل لينا في جريدة الوطن قام بتحذير المحور من أنهم يزورون على جميع المقرات جميع السيارات التي تبث هذه المظاهرات وتنقل فعاليات هذه المظاهرات. وبعد دقيقة من هذا التحذير قام العديد من الطلاب اللي كانوا يتظاهرون امام الحرم الجامعي امام جامعه القاهره بالقاء الحجود الطوب والحجاره على كافه القنوات ومن ضمنها نحن قناه المحور وايضا قناه الحياه وقناه الام بي سي، وقاموا بالقاء عبوات المولوتوف على سيارات القنوات التي تبث هذه التظاهرات. وبالفعل تم حرق كامله بما فيها من اجهزه خاصه بالبث المباشر وكاميراتها. وللاسف يعني لم نطمن حتى الان عن الزملاء او المصورين او كان المراسل اللي كان معاهم، لكن وصلت منذ قليل يعني امامي دلوقتي احمد زميلي هيحاول يجيب لك الصوره في عدد من قوات الشرطه بتحاول الان الدخول مره اخرى للاشتباك مع قوات مع الطلاب اللي بيعملوا اشتباكات عنيفه لازالت مع الطلاب حتى لا امام جامعه القاهره. لكن خليني اؤكد تاني انه لازال حتى الان هناك مسيره كبرى داخل الحرم الجامعي تضم على اقل 3000 طالب. يعني الان هم قوات الشرطة بدأت في التواجد وبدأت في الظهور لكن متأخرة. خليني أقول لك إنها كانت متأخرة بعض الشيء لأنه لم تسعف هذه القوات اللحاق بالأذى عدم الحاق الأذى بالقنوات التي تم الاعتداء عليها، وأيضا تم حرق سيارة. يعني كما ننظر الآن قوات الشرطة في اتجاهها لبدء الاشتباك وتمد يد العون لقوات الأمن أيضا التي لازالت موجودة أمام جامعة القاهرة وزالت الاشتباكات موجودة. خليني كمان أكد على أنه المظاهرة لازالت حتى الآن تقف أمام البوابة الرئيسية، ولم نعرف لأن أنا بعيد مش بعدة أمتار عن البوابة الرئيسية مش عارفين إذا خرجت ولا لا، لكن لازال حتى الآن قوات الآن تطلق الغاز المسيل للدموع لعدم خروج على الطلاب المصرين على الخروج مرة أخرى. وإليكم أحمد عودة إلى الاستوديو، سنتابع معاك لاحقا آخر الأحداث والمستجدات أمام جامعة القاهرة. نعم الزميل تامر مجدي بشكرك جدا على هذه التغطية المباشرة من أمام جامعة القاهرة. بشكرك الزميل تامر مجدي. إذن السيارة خاصة بالقناة الفضائية MBC ده حسب قول الزميل تامر مجدي. خلونا نروح ناخد فاصل ونرجع لكم تاني، بس أنا أؤكد لكم أو أؤكد لكل السادة المشاهدين إن المشهد اللي كان أمامنا ده من أمام جامعة القاهرة مش هيطول كتير، وده اللي احنا يعني بنشوفه كتير. طيب انا النهارده عايز اسال سؤال لساده المشاهدين بالمبادره الخاصه اللي قامت بيها النهارده اتحاد العمال في مصر. ايه رايكم؟ هل مصر ككل قيمتها عندنا فعلا ان احنا نستنى لمده سنه او نصبر لمده 6 شهور حتى على الحكومه دي كمان ونديها فرصه انها تشتغل وبعدين نبتدي نحاسبها، ولا نبتدي نبص من دلوقتي في طلباتنا ومطالبنا؟ ده سؤالنا للساده المشاهدين. بعد فاصل ناخد بعض التصويبات من الساده المشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل.